الجدل السياسي والقانوني يتصاعد بشأن الانتخابات النيابية في العراق. المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قال إن عزم الحكومة تنظيم الانتخابات المبكرة في يونيو من العام المقبل لم يكن رد فعل لأي مواقف سياسية، موضحا أن الانتخابات استجابة لمطلب شعبي وأن فريقا خاصا يعمل على وضع خطة لها. ولم يحسم بعد الوضع القانوني للانتخابات، فاللجنة القانونية في مجلس النواب نفت الأنباء المتداولة بشأن التوصل لاتفاق يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، وهي إحدى العقبات أمام قانون الانتخابات الجديد. ولم تنتهي حتى الآن خطوات التصديق على قانون الانتخابات الذي تعهدت كتل نيابية بإكماله، كما أن موعد الانتخابات يتطلب مصادقة مجلس النواب. ودعا رئيس المجلس محمد الحلبوسي لعقد جلسة طارئة لنقاش القضية. كان الذهاب لانتخابات مبكرة ضمن تعهدات الكاظمي حين استلام منصبه، وهو ضمن الاتفاق الذي على أساسه تشكلت الحكومة، كما أنه مطلب أساسي لدى المحتجين. وقد أبدت مفوضية الانتخابات استعدادها وطلبت حوالي 300 مليون دولار لإكمال المستلزمات اللوجستية، فيما تعهدت الأمم المتحدة بدعم تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة. لكن قضية الانتخابات تواجه تعقيدات قانونية، كما تتجه لتكون سببا لخلافات حادة خلال الأيام المقبلة بسبب المواقف المناهضة لتوقيتها.